تعبت عليا الحال صراحة، ومشيت للسبيطار. أنا مريضة بالكورونا، يعني ماشي كنت هلكني أما 3 أيام دابا وأنا شادة الفراش مقدرش نتنفس، الحرق ديال الراس ما كيحبسش. تلت سلام. أيام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ أتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير. اسمحوا لي رانا غبرت عليكم شوية هاد الأيام، صراحة كنت مريضة داكشي علاش ما بقيتش حطيت. هلكني ماشي كنت هلكني أما 3 أيام دابا وأنا شادة الفراش مكنمشيش الخدمة ما والو. شا نقول لكم والله ما قادرش نهضر، ما قادرش نتنفس، خايفة عاك نكون حتى انا مريضة بالكورونا. ما عرفتش كنحس براسي كضرني دابا 3 ايام، الحرق ديال الراس ما كيحبسش. 3 ايام كنشرب دوليبران وكل شيء والو، كيحبش لي الحرق ديال الراس. رواح اليوم في مخنوقين، صدري تصير عليا. انا اصلا شويه في الديب ديال الازم، ولكن دابا كنحس بالقضيه مجهده عندي صراحه. خفت بخصوص ان الناس اللي عندهم صعوبات ولا ضيق في التنفس ما خاصهمش يشدوا، يعني ما خاصش تقيسهم كورونا، حيت اصلا انت ما قادراش تنفسي واصلا انت مريضه غير راسك. يعني في الحاله العاديه ما كتقدريش تنفسي، الوغ كو الله يستر يكون كورونا وكداك داكشي، يعني محال محال بنادم يفلت منه. شنو نقول لكم كيفاش بدا معايا هادشي؟ كنت عاديه صراحه هاد الايام واخده الاحتياطات ديالي كامله. اصلا في الخدمه دابا شي 2 سيمانات منعوا علينا السلام، كدوز من بعيد تقول بنادم السلام وصافي. كنسلم على بنادم من بعيد، ما وليت كنمشي في الطوموبيل، ما بقيتش كناخد ترونسبور اون كومون. التقضيه ديالي اسمحوا لي، القضية ديالي خديتها كاملة، خديتها في 2 سيمانات دابا. فاش كنت صورت لكم باللي كل شي خاوي، واخدة الاحتياطات ديالي. لاسونسور لا بغيت نركب فيه ما كنديرش يدي ديريكتومون، حيت قالك تقدري تشوبي المرض غير من هكذا حديدة قاسها واحد اخر وتقيسيها انتي غيجيك المرض. بزاف ديال الحوايج حيت هو قال لك لقى شي واحد شي حاجه سمحوا لي، وديك الحاجه فيها الفيروس كيبقى داك الفيروس عايش فوقها 5 سوايع الا انت قصتيها. نيشان كد شديه. سمحوا لي راه جاتني الكحه وحبست الفيديو ما عرفتش فين خليته لكم. المهم دابا الاعراض صراحه اللي حاسه بها هي الاعراض ديال كورونا، لكن يا ربي نتمنى الخير، نتمنى يا ربي تلطف، يا ربي ترحمني وترحمنا كاملين يا ربي، يا ربي وما تكونش كورونا والله الا مخلوعه. بالنسبه للاجراءات الوقائيه اللي داروا هنايا، داروا اش كنقول لكم، فرنسا قالوا لنا من السيمانه الجايه ما تبقاوش تجيو. هادشي وصلنا في الايميل ديالي، انا صراحه دبت 3 ايام ما كنمشيش، ولكن يعني دابا الناس اللي شاكين فيهم ولا اللي ما شاكينش فيهم كلشي ما غيبقاش يجي من السيمانه الجايه، غنوليو نخدمو من ديارنا. الريستورانت داك التخربيق قال لك غيسدو، المهم السوبر مارشي خلاص دابا راه هاد الايام كلها كلشي الدنيا خاويه. المهم اش غنقول لكم، ما عرفتش ولا ما عرفتش، الله يحفظ الباس. هاد الشيء ولا كيخلع هاد المرض ولا كيخلع ما عرفنا. خليتها لكم في الاجراءات الوقائيه اللي دايره انا، عاد تفكرت قلت لكم ما كنقيسش مثلا البيبان هكذا بيدي. هاد الشيء ولا قالوا لنا خاصكم ديروا ما تقيسوش اي حاجه، كاين يقدر يقيسها واحد اخر، ما خاصكش تقيسها. ما كنقيسش البيبان بيدي، ما كنقيس حتى شي حاجه هكذا بيدي مباشره. المهم هادو هما الاجراءات الوقائيه اللي دايره انا ودايرين الناس كاملين.
خاصك ما تقيسيش البيبان بيديك، لي بوطون ديال لاسانسور يا ربي. البيبان هكذا، لي بواني ديالهم، بزاف بزاف ديال الحوايج، يعني يا اما ديري لي كاس، يا اما ديري مشوار في الدق قبل ما تقيسي، يا اما المهم ما يكونش كونتاكت مباشر، ما تسلميش على الناس بيان سور، هادشي كاملين دايرينو. يعني ما عرفتش منين يقدر يجيني الفيروس، قالوا لنا عاوتاني ما نمشوش البلايص اللي فيهم اكثر من 100 شخص، ما كنخرج من الدار، كنت الخدمه من الخدمه للدار دابا اصلا غطى، ما عرفت. نتمنى انه ما يكونش هذا الفيروس، ويا ربي تلطف بينا كاملين. والمهم انا راه غنعطيكم، انا نوفيكم بالجديد الا كانوا شي تطورات في الحاله ديالي. السلام عليكم. داك النهار اللي كنت كنصور لكم فيه تزاد عليا الحال صراحة، ومشيت للسبيطار، عرفتو ملي مشيت تما الدنيا عامرة هكا هكا هكا، بنادم اللي شاك في راسو فيه الكورونا ولا اللي شاكين فيه، الدنيا عامرة في ما درتي. المهم مشيت للزيرجونس، ديك الساعة قالوا لي شنو الأعراض اللي عندك، قلت لهم فوالا ما مقدرش نتنفس، راسي كدرني 3 أيام دابا في السخانة، عاودت لهم الأعراض كاملة اللي عندي. صافي ديك الساعة دخلوني داروني بقى ما قدش نهضر مزيان، بقى عندي صعوبة في التنفس. المهم داك النهار دخلوني، قلت لكم مشيت للسبيطار، قالوا داروا لي تما، عبروا لي الحرارة ديالي، داروا لي السكانر، داروا لي التحاليل، بقيت النهار كامل في السبيطار. عرفتش شي عرفتش شحال من ساعة، دخلت تما مع 3 وخرجت مع ديك 10 الليل، من 3 ل 10 الليل. المهم نهار كامل وانا في السبيطار، تخرجوا التحاليل، خرج كل شيء. صافي قالوا لي راكي ما عندكش كورونا، الحمد لله، يعني هذه اول حاجة اللي كنت خايفة منها، الحمد لله ما عنديش. قالوا لي باللي راه لازم ثاني، انا مره كنت ماشي صراحه، ديما ديك مره في 4 سنين في 3 سنين كيتزير عليا الحال، اما كنقدر نتعايش معاه عادي. صافي وعطوني الرشاشه، عطوني الدواء، وخرج في حالي. ولكن صراحه تما كاينين حالات اللي بانوا لي مساكن الزمان بحال والو تكون فيهم، تقدري تمشي تما صحيحة وترجعي مريضة، ولا الله يحد الباس. المهم احبابي بغيت غير نطمنكم عليا، هاد الشي هو اللي كاين. تهلاو في راسكم بزاف، وكيف قلت لكم احبابي خذوا الاحتياطات ديالكم، وردوا البال لراسكم، وردوا البال لصحتكم، راه ما كاينش ما احسن من الصحة. تهلاو في راسكم، واسمحوا لي على هاد الفيديو، ونتمنى نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله اللي احسن من هكذا، واللي يكونوا فيهم طاقة إيجابية أكثر. السلام عليكم.